عبد القاري محمد أحمد. عبد القاري محمد أحمد. نادقة أي كوميدي سيهين أرضي ده ديق وحبر الشوية هرمود سلام فونديشن أي وحكة برتجع مع ده دلك أي وحاي دورتين قدومية كحقين كيسا مناسبة ده دور شده أي وحكة قيب قلي مسؤولين كسعوتي هيا ده هرمود سلام فونديشن والدين إيو مرتشرف كلا وقو هرين دور شده نادقة أرضي ده هرمود سلام فونديشن أي وحا ده فوري قدومية كحقين كهي أدى عبد الرحمن إبراهيم علمي إساقا أوفا فهين كبحيني نادقة أي واحد وشيء جاي إنه مسؤول كي هاي أرضي ذا داق وحبر الشو يده أولاد ماستري شروع ديساب. ما دام أرض إبتن إن الله سمي النادي نادي قاسو نادي قاسو وكيل كنا خدونه استمر كاسنا قاعد دون مسؤولية ده بقول إلى وارد قاس أرضي شو ده وكل أرضي وعقمي ده أرضي كبحدي دكسي النور مركا أنت ومركو عربنا إني كم ذوبان النادجان أورنتي لقى فكري لو سمي شرعي دي سي رسمي جهات أي كل خمل هاين أرض داس أرض إذا كقب قاعدة عدين تدور شدن هيا وعد هي ترتمي عشا وسو استعجي حلالك وقصري النادجان محمد عبد الله عرتن هيا كوجل استي دوميا النادجا أرض إذا هرمود سلام فونديشن أدق وحبر شو كاسي أو هلا كنتني شنعت حلك قدومي كحجين كا وقصو بحي عبد الله آدم صالح أو تضواتني أفر عد هلاي سيدا أو كده وجهي قدوميها جودي دور شوينكا مختار عثمان فرح واحد وجد قلنا دور شد قروح بدنا حاجة كده علي نتيجة دي حدا كور مرنا قدوميها واحد عضي سي إن أرضا تترك عضي سي واحد وياه ورجل لبعض بقول أرضي عبد القني محمد أحمد شرح عزوه علي أفرتني يشان عد هلك محمد عبد الله عرتن وهري كنتن يشان سيداس هذا كله منه قدوم يا كعينك وعن كتر تمي اللهم شرح عبد العزيز محمد عيسى يا عبد الله يا آدم صالح وريج كواد واحد على السي ما دام يقول وقف كلية هنلاقي ورجل ما قد بين بقول يا سيدح عد عبد العزيز محمد عيسى وحوله لي لبعدين يا سيدي العد هلك عبد الله آدم صالح وهلي تضباطن يا أفرعب هل عدنا هو قصارة إن أفرت السنة صوصة إن شاء الله قدوميه إنه ومحمد عبد الله عرتن قدوم قعين كيسنا وعبد الله آدم صالح وما سنتين محمد مؤمن محمد أو كتر سن بنقي السلام صومالي بانك عجاش جاي إن أرضي ذا كقب قادته دور الشدة أي مغدن كو بسيل إن عدد كو داي ديبتان دور الشدة وحيه دور الشدك علوس وقت دير نقادته سيدا كم وقتي بسيل كا لو سمينا دور الشدة إن كعدين يسي أرضي ذا سيدا عدين أين مربع وحابس لا وريك سيدا حدا مقدوميها إيو قد بالرمام سيدا لسوك سوء نواد نتيجة كدري ميسان وحا صورنا وحا أصل كوه أم سامين تقول وحياتي رجل الدورتين أو شيء شيء أو جنسي در دار ما كلا دوينا شها دورتي عشا أما دتك دورشة سميني هدي أهل هاد كلية ده سي أو كلا دوينهين هدي أهل هاد جامعة ده سي أو كلا دوينهين وحى صورن وحكيني سي إني أتكات دورشة إذا كانوا حايدين سو إصلانا يا أم علاس إذا كنا قدونا مانجمنت تيا لجاربو ina adrintid dadka u adeegaysid ama aaratid inaa u adeegtid ama amaanada lagu dhiibid waa dadkaas balaaran sanad ahaan u kala duwan dufcad ahaan u kala duwan jaamacad ahaan u kala duwan intaas oo qofooda waxaan laga rabaa inaad u naqataan hoggaan mid ka mid ah dadkii ka soo qayb galay oo ku hadlayay magaca waalidiinta ardayda ayaa bogaadiyay doorashada maanta naadiga ardayda Hormuud Salaam Foundation uga qabsontay magaalada Muqdisho laa asxaabta tartamayaasha laga guuleystayaasha ما لو بس لكن وايروي يقولستين فكر يا مستحدة هايين إن يكون سعيدان أو كجوحة ولا لغط كله صوب حال إن أيسن لهن أنا جوا نقلت جي واسك جوجينا كل عيد والباطر تميس مصح يا فكر أم بيها يسي كون بير صاحب هذا كلا صوب حد ويا قدوميها يكون كيسة سي هدفك عاد عاد إكسني سي أو يالكاس أو يكون مردلا
شيخ عبد الرحيم يوسف أحمد أو كاترسن جوديغا من حدا هرمود سلام فونديشن أيا شيخ إن دورشدن أي قيبكت هاي مرحلة ها أي مريان ناديغا أرديدا ديغ وحبرشوية هرمود سلام فونديشن إساقا أولاد الدار ميه قدون كعصوب أرديدا قفك إنت على دورانين ورتو حالة دراسة محل لوغة باهاية خوش إنو قبتل لوغة باهاية محيطة هاي هذا وحنو جوغنا قدون كحيغان كيسا ناديغا أرديدا وحال لوغة باهاية قفك منصب كاس غابانايا إن أردادا سكو ديري قلن كرو وحبرشادا أخلاق دا في عن قدوانا أو النقن كرو سي أساق اللوغو دايدا داتكو حن أو توسين كرو كان الليحين كرا دابي عادا إلاقامها وارد نصوغ لي وعن أصل كولهان وحا نبي كسونا عليه الصلاة والسلام إنو ويري قف كودة ذالي إمارادة مسينينا وحاك القرآن كسونا هذا نبي يوسف إنو ويري اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم gudoomiyaha cusub ee naadiga ardayda Hormuud Salaam Foundation Maxamed Cabdullaahi Artan iyo ku xigeenkiisa Cabdullaahi Aadam Saalax oo hadalka qaatay markii doorashada ay soo dhamaatay ayaa balan qaaday in si wanaagsan ay u hoggaamin doonaan naadiga ardayda ee mas'uuliyadooda loo doortay siyaas awgeed saaxiibyal waa masantii dhamaantiin maamulka shaqeeyay doorashadan qiimaha badan asxaabta soo dhaqsaday ama u imaaday in codayaan maanta codkooda dhiibtaan dhamaantii saaxiibyal ku masantiin waxaan idin ka dhigaynaa saad ugu codaysan inaad ila shaqeeyaan aadna ka shaqeeyaan sidoo naadi ku gaari lahayd guul iyo horumar saaxiibyal ma santihiin mar labaad iyo mar saddexaad waqtigu nahay awgeed waan ka xumahay inaan waxa waaye meesha aan ka tago laakiin insha Allah saaxiibyal soo joogna dhamaantiin waan rajaynayaa inaad wada fariisano dhamaan saaxiibyal soo dhawaada qof ba guul dareystay anigu ma aaminsanayn laakiin ardaydu waxay doorteen uun kaliya qofkaas ay imitali doono un ma aha yani wax guul dara sida ma jirto marka inta la doortay dhamaan hambar yaa u wada diraya ardaydan waxa laga codsanayaa insha Allah ta'ala in ay la shaqeeyaan kaliya anagu yani artan iyo aniga waxa noo dhiibteen kaliya in aan idin matalno laakiin shaqadu macnaheedu waxa ka dhigan tahay aan isla wada shaqeyno Zakariya Ahmed Muuse TV ka shabelle Muqdisho